أكيد بشهر رمضان المبارك لقينا اهتمام كتير كبير، إذا لقينا بالشوارع بالبيوت حتى على شرفات المنازل وحتى بقلب البيوت. اليوم حنتعرف أكيد على زينة شهر رمضان المبارك وشو هي لازم المفروض كل أفراد الأسرة يتشاركوا بصناعتها. أكيد رح نشوف بعض الأفكار لزينة رمضان مع السيدة رجاء حمدان حرفية أعمال يدوية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير ورمضان كريم. زينة كتير حلوة مميزة بطابع خلينا نقول هيك شوي له خصوصية، كيف إذا كان من شغلات نحن قعدنا تدويرها. لفت نظرنا كتير قصص، يعني مثل الزبادي اللي بنحط فيها شغلات رمضان، مثل هيدي السلة أيضا الموجودة اللي عليها دوار الشمس، هلا نحن حنشوفها أكثر. احكي لنا هيك بداية، حضرتك اليوم موجودة معنا مع عدة أعمال من لمساتك، احكي لنا. حبيبة قلبي، أول شيء رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. أنا بحب أشتغل بالأعمال اليدوية، فأنا يعني ساويت زينة رمضان لبيتي مثل ما انك شايفة. عملت شغلة جديدة اللي هي شجرة عبارة عن هلال، وعملت هي صحن الضيافة كمان بطابع رمضاني بحت، والفوانيس طبعا، لأنه أنت بتعرفي أنه رمضان عنا عبارة عن هلال ونجمة. يمكن الهلال عن سمر هلأ، ولكن بشكل جميل جدا يعني. حبيبة قلبي، أكيد دائما بشهر رمضان المبارك في عنا رموز خاصة بهذا الشهر طبعا، خلينا نحكي عليهم. ودائما كل سنة عن سنة بتلاقي كله عم يتجدد، حتى زينة شهر رمضان المبارك. شو الجديد هي السنة؟ هلا الجديد هي السنة انه شجرة على شكل هلال، او انه هلال محطوط عليه ورد. تمام، هي اكثر شيء. بعدين الشغلة الثانية انه الفانوس غيرنا بشكله بشكل يعني مختلف عن السنوات الماضية، وعملنا بهالشكل او بالشكل اللي مع كثير حلو اللي بجنبك مدام رجاء، وايضا هذا كمان بطابع جديد، وهذا كلياته يعني شغل ايد، يعني ما في مبين. اي شيء مبين. خلينا نحكي عن هذا اطرميز. اطرميز ايه، خلينا مشان ستات البيوت ما يكبوا اطرميزاتهم، ممكن ينعمل فيها كثير اشياء ولكن بتحتاج لمسات حلوة. نحكي شوي عن هذا الأطرميز، وهيك على شكل عن جد فانوس، يعني بيضوي عن جد، ممكن يضوي. فينا نحط بقلبه شمعة؟ فيك تحطي بقلبه شمعة عادية، وفيك تحطي بقلبه هي الشمعة أيضا. هي الشمعة. هلا الفانوس رمضان نحن كلياتنا بنعرف انه له شكل معين. تمام، بس انا حبيت انه غير وعملته من هي الأطرميز اللي كانت عندي بالبيت، جبتها وعملتها بهالشكل. ونفس الشيء هون كمان، هي أطرميز كمان انا قصيت النجمات وبخيت وساويتها بهالشكل. شو حلو كثير. كيف عم تلاقي الاقبال على الفوانيس الجديده، على فكرتك الجديده بفوانيس رمضان؟ لا الحمد لله كله حبه. تمام الحمد لله. خلينا نحكي عن المسابح بشهر رمضان المبارك، شو انت الجديد اللي عملتيه؟ شو هي بصمتك بالمسابح؟ هلا انا حبيت انه اعمل هي القصه مشان المسابح، انت بتعرفي انه بشهر رمضان كلنا بنستخدمها. تمام، فحطيت المسابح حتى شغل ايد كلياتها. المسابح شغل ايد، وهي المولويه. تمام، اللي تحت. تمام. يعني هلأ كمان شفتها. ترمز لشهر رمضان كله عنده فيه رموز. ايه، حتى لونه مميز. طيب كيف خطرت ببالك الفكره؟ قديش اخذ معك وقت التصميم سواء هيك هالمسبحه المميزه اللي حطيتي فيها مولوية وحطيتي المسبحة فيها؟ هلا نحن على الاعتياد يمكن ما عاد ياخد معنا وقت. صار في سرعة. يعني صار ايه، صار في سرعة بهذا الموضوع، لأنه قد ما بتشتغلي فيهم فصار عندك يعني سرعة. أيضا هي الصينية اللي موجودة بكل بيت اللي فيها شغلات بسيطة، الأبقيب. تمام، بيقولوا لهم نحن الأبقيب، البونبون الملون والقضامه والتمر. هي يعني ما بدنا نجوع الصايمين، هدول الشغلات الطيبه اللي دائما متواجد، الصغار بحبوها عن جد. ايه يعني العين بتاكل سمر. احكي لنا ايضا عن هدول الزبادي، هن زبادي ولكن بلمسات، يعني فيهم ايش؟ هن زبادي، انا حطيت عليهم هذا الحبل وساويتهم بهالشكل هاد، وانه هن يعني بتقدري تشيليهم وتحطيهم مشان التنظيف.
ومشان يعني كمان انه نعرف الاطفال، نعرف على عاداتنا وتقاليدنا، انه احنا هي كانت هيك صحيح السلايه تبعتنا من قديم تمام. من زمان. فهون الطفل يعني بياخذ فكره، بياخذ فكره عن الميلويه، بياخذ فكره عن الشغلات اللي لازم تتساوى برمضان، وكيف انه هو لازم انه يشترك معنا برمضان، لازم انه يعرف شو طقوسنا شو عاداتنا بالتحضير بزينة شهر رمضان. ايه انا اليوم لفتني شجره الهلال اللي عملتيها لشهر رمضان المبارك، فكرة كتير حلوة، فكرة كتير جديدة وكتير حلوة تكون موجودة بكل بيت بشهر رمضان المبارك. خلينا نحكي عنها، كيف كمان خطرت ببالك الفكرة، قديش أخذت معك وقت للتنفيذ؟ هلا نحن بنعرف انه بعيد الميلاد بنساوي شجرة صحيح، فأنا حبيت انه كمان نقول هي الفكرة لشهر رمضان، فحبيت انه انا ساوي هي الشجرة حلو ينحط يعني بالشهر بكل بيت. حلو ايه حلوه يعني انه تكون هيك بكل رمز بيت، وعلى يعني حطيت لبعض الاضواء هي وخلص يعني صارت رمز هيك يعني اكيد. يعني ايضا شغل يعني مميز فيه لمسات، دائما نحن بندور مو على الشغلات الصناعيه اللي بالسوق، دائما الانسان كل ما هيك شوي كبر شوي بالعمر كل ما دور على الشغلات اللي فيها روح، اللي فيها القديمة. يعني عم بلاحظ انا عن جد كل ما حدا هيك قطع شوية عمر بدور على الشيء المميز، لانه كل شيء مطروح ممكن متوفر بالسوق، ولكن الشغلات المميزة لها مو بس قيمة مادية، لها قيمة معنوية لانه هي من روح الشخص. قديش حضرتك بتحبي هذا الشغل حتى عم تطلعي هدول القصص؟ انا بحب شغلي كثير، هي اول شغلة. بعدين انه انا بستمتع لما يعني بنهي القطعة بستمتع، بحب انه يعني حتى انه بس هيك اتفرج عليها خلص انه هي انتهت، بحب شارك العالم بشغلي انه شوفوا انه انا عم بشتغل انه انا حلو تمام. بعدين منا انه انا يعني ما بحب ضيع وقت تمام. فهذا الموضوع كثير بيخدمني انه انا ما ضيع وقت. اكيد كثير بتشاركي ببازارات وقصص معينة تكوني قريبة من الناس ويشوفوا شو الجديد بقصص الهاند ميد. خلينا نحكي عن أبرز مشاركاتك بالبازارات وشو الجديد اللي مخططتي له. هلأ مشاركاتي بالبازارات بشترك أنا بس بازار واحد اللي هو الشيراتون. حلو تمام. بازار الشيراتون مع المدام رنا الطباع. تماما تماما تفضلي كفي. ويعني انا بشترك مشان يعني البازارات اللي بتشتركي فيها دائما هي بتعطي لدافع اليك انه انت عم بتقدمي الافضل نحو عم تتقدمي نحو الافضل. وايضا في شغله كثير مهمه انه عم بتكون الاسعار مقبوله ورمزيه لكل اللي عم يشوفها صحيح. بالضبط نعم بالضبط نعم. ويعني وبعدين انه بشوف اراء العالم بهي القطعه نعم. انا بستمتع لما بعرف راي العالم. بتنال اعجابك يعني هي بتنال اعجابك القطعه قبل مثلا ما يعني انت وقت تخلصي قطعه معينه مثلا بتحسي انه هيدا القطعه اللي انت خلصتيها نالت رضاكي؟ اذا ما فيها روحي وما نالت رضاي ما بقدمها للعالم. اها تماما. شكلك في نحله ورانا يمكن دائما هلا بشهر الصيف بنشوف شغلات بيقولوا النحل والفراشات هي بتشتت كمان يعني عم نشوف الوردات شكلها هاجمه على الوردات هيدا النحله يعني على الوردات اكيد. خلينا نحكي ممكن حدا يجي لعندك يقول لك انا بدي هي الفكره هذا التصميم هيك الالوان تكون ممكن تنفذي له اياها ولا لا انت عندك تصاميم معينه اسلوب بصمه خاصه بشغل الهاند ميد ما تقبلي؟ انا ما بحب انه حدا يقول لي انا بدي هي القصه تمام. انا بحب اشتغل واذا عجبتك انت خذيها، بس احيانا يعني بتضطري انك انت يعني اذا انطلب منك، فاذا عجبتني القصه ممكن اني نفذها، بس اذا ما اقتنعت فيها ما راح نفذها ابدا تمام اكيد. يعني مثل ما عم نشوف سمر عده تصاميم واشكال ممكن نحن نستفيد منها. هلا طبعا في شغلات ثانيه بتحضري لها، يعني كل مناسبه لها خصوصيتها ولها مثل ما بيقولوا غراضه
شغلاتها. يعني هلا نحن شهر رمضان مبارك تزامنا مع عيد الفصح، نحن مثل ما بنعرف هون نسيج هيك متجانس، وحتى بنحط ببيوتنا كل شيء، يعني حتى مع بعض بنحط الشجره ومع بعض بنزين لرمضان، واحيانا بيكون اوقات اكلنا على وقت الفطور، فدائما نحن المناسبات بنستفيد منها من هي الشغله. عم تحضري ايضا شغلات ثانيه؟ طبعا هلا نحن في بعد هلا بعد رمضان جاينا عيد الفصح كمان. نعم فلازم يعني انه يكون في شيء لعيد الفصح. حلو وانا بشتغل كثير للكريسماس، بشتغل شغلات بتجنن. شفناهم كنتي معنا، شفناهم كثير حلوين تماما. ايه ونفس الشيء لعيد الفصح ان شاء الله رح بيكون في شغله جديده، في روح جديده، في اسلوب جديد اكيد بالشغل. خلينا نحكي هلا شو الاقبال، اقبال السيدات على شو بيكون؟ قلتي اشتركتي مثلا ببازار الشيراتون، اكثر شيء شو عم ينطلب منك؟ اكثر شيء شو عم بيشتروا؟ كيف عم تكون الاسعار؟ هل هي مناسبه للجميع؟ هلا لما انت بدك تشتغلي القطعه تمام، اول شيء بتشتغليها بحب. لما بتشتغليها بحب بتكون يعني لما حدا بده يجي يشتريها بتكوني انت كثير عم تعطيه من روحك. تمام، عرفتي علي كيف؟ ف يعني الاسعار كثير بتكون عاديه مقبوله. مقبوله نعم. ايضا خبرينا، حضرتك حكيتي كلمه كثير حلوه، ما بتحبي انت وقتك انه يروح بلا ما تعملي تنجزي شيء، وخاصه هلا السيدات السوريات ملايين وقتهم باشغال، عن جد احيانا عم بتكون الحمد لله كثير حلوه، عن جد كثير حلوه. فالقطعه هلا صار في سرعه، ولكن في قطع معينه بتاخذ معك وقت اطول مثلا من قطعه ثانيه، في شغلات بدها رواق، بدها فاقه الصبح. هلا كل قطعه ولها خاصيتها. تماما، عندك بعض القطع اللي انت مصممتيها لاول مره او اجيتك الفكره لاول مره، نعم هون كثير بدها تاخذ وقت. حلو، لانه مو منفذه قبل هالمره. تماما، فانت بدك تكوني كثير رايقه، كثير يعني هيك صحيانه بكير عم بتفكري فيها من الصبح. ايه بدك تقعدي، يعني بدها وقت بشكل، لانه لما بتعملي بتحطي انت الشغله ما بتعجبك بتردي بتشيليها بتردي بتحطي غيرها، عرفتي علي كيف؟ لتقتنعي، لحتى تقتنعي، لحتى انه انت تلاقي انه هي صارت فيها شيء من روحك، مو انك انت عم بتقلدي فيها تقليد. صحيح، او انه انت خلص صح. هي اشتغلتيها مره ومرتين وثلاثه، فيعني صارت كثير. اكيد فكرتي تدربي صبايا على شغل الهاند ميد ولا لا؟ يعني انت بتحبي لحالك تشتغلي، ما فكرتي بهالمجال التدريب؟ اذا بحب درب تمام، فبحب درب ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام، ان شاء الله يا رب هيك توصل رسالتك، واكيد هذا عمل غير انه عملك هو شيء حلو، ايضا هو عمل انساني فينا نحن اكيد يحترم هذا العمل، خاصه بظروف الحرب اللي نحن مرينا فيها. اذا حدا حابب يشتري من اغراضك، بما انه هلا نحن حاطين اغراض، كيف فيه يتواصل معك؟ هلا عندك صفحه على الفيسبوك او هلا مشاركه بشيء ليقدر ياخذ من اغراضك؟ انا عندي صفحه على الفيسبوك. حلو، و شو الاسم؟ رجاء حمدان. رجاء حمدان هي صفحتك على الفيسبوك؟ رقاتش. ايه تماما، هي مشان الكل هلا يشترك فيها ويدعمك. حبيبة قلبي، وانا اخذه زاويه بسنتر جودي سنتر، جودي بالشعلان. بالشعلان تماما. تمام، وعندي بازار بالشيراتون. ما شاء الله، خلينا نحكي كلمة لكل حدا اليوم عم يتابعنا، لكل صبية عندها طموح أو عندها هواية، شو ممكن أنت تقولي لها؟ كيف ممكن هي تبلش طريقة لتوصل لهدفها برأيك؟ بتمنى أنا أنه كل الصبايا يحاولوا كلهم يشتغلوا، لأنه الشغل هو شغلة كتير حلوة، مو بس بتملي وقتك، بتعطيكي ثقة بالنفس. أكيد بتعطيكي حياة تانية. يبلشوا بأصغر شغلة، معلش يجربوا مرة ومرتين وثلاثة، احتمال مرة تزبط مرة ما تزبط، بس لازم يعني الواحد يجرب. أكيد.
أكيد لازم يكون عندهم إصرار وإرادة. في منهم إذا فشلوا أول مرة أو الناس اللي شافوا مثلا هي القطعة اللي عملوها بالهاند ميد ما حبوها ما يكفوا طريقه أنه خلص فشلت، لا أنت بتقولي لهم لا أصروا على شغل. وما ليش يعني ياخذوا رأي الآخرين بالقطعة اللي هن عم يشتغلوها؟ نعم يعني مثلا أنا كتير باخذ آراء بناتي بالبيت، حلو رفقاتي اشوفوا لي هي حلوة ما حلوة، اعطوني حط هي هون ولا هون. تمام يعني بتعرفي انت يعني هو بالاخير الواحد بيرجع يعني لرايه الاساسي، بس انه يعني حلو حلو انه الواحد ياخذ اراء الاخرين، اراء المحبين اللي هن عائلته دائما ياخذ لانه هن اللي بيحبوه هن اللي بدهم مصلحته. لازم لازم الواحد يضل يجرب، ما بيصير انه توقف اي سيده او اي بنت او اي شخص انه هو عنده هوايه بشغله انه لا يحطها على جنب. صحيح اكيد. بنتشكرك، بنتشكر وجودك معنا حبيبه، شكرا على الاجواء الرمضانيه الجميله والزينه الحلوه كثير، واكيد بنشوفك بحلقات قادمه. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. وجودك معنا مدام رجاء، نتمنى لك هيك رمضان كريم وان شاء الله الرزق هيك دائما بشهر الخير موفقه بكل اعمالك.